بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط السويق بالماء، اجدح أي اخلط السويق بالماء وغيره. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، يعني ظلمة الليل، فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، إذا تأكد من غروب الشمس يفطر الصائم، وينبغي أن يكون على رطب، وإذا ما تيسر تمر، وإذا ما تيسر ماء. باب تعجيل الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا غربت الشمس يفطر الصائم ولا يجوز أن يتأخر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل ظلمة الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني في يوم غيم أفطروا وظنوا أن الشمس غربت ثم تبين أن الشمس لم تغرب. حدثني عبد الله ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، أي سحاب، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء. قال: بد من قضاء، أي لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. على كل حال، إذا أفطر وتبين أن الشمس لم تغرب يجب قضاء هذا اليوم فيما بعد. باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه للنشوان، أي لسكران في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت تسكر وأولادنا الصغار صيام، فضربه أي الحد. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي صباح يوم عاشوراء،
عاشر المحرم إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. قالت: فكنا نصومه، أي يوم عاشوراء بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من الصوف، حتى تغرب، حتى يتم الصوم. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، أي اللعب، حتى يكون عند الإفطار. وصوم يوم عاشوراء شكرًا لله تعالى على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وإهلاك فرعون وجنوده. وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لأصومن التاسع. فتصوم التاسع والعاشر شكرًا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده. باب الوصال، أن يصوم يومين أو ثلاثة متصلًا بدون فطار بدون سحور. ومن قال: ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. الصيام الذي فرضه الله عز وجل في رمضان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن الوصال، رحمة لهم وإبقاء عليهم، وما يكره من التعمق أي التكلف. حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، لا تصوموا يومين ثلاثة متصلاً. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. والوصال من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة فإن كان ولا بد من السحر إلى السحر، لا يزيد على ذلك. والصوم المفروض من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فالوصال من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن وهب عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، إن كان ولا بد من السحور إلى السحور، لا يزيد. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: والتنكيل المعاقبة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل:
من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، أي هلال شوال، فقال: لو تأخر، أي لو تأخر الهلال لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال الحافظ: التنكيل المعاقب. حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي اعملوا على قدر طاقتكم، لا تكلفوا أنفسكم شيئا لم يوجبه الله جل جلاله. باب الوصال إلى السحر، يعني من السحور إلى السحور. حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني من السحور إلى السحور لا يزيد. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء رضي الله عنه، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة ثياب ليست طيبة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم، أي يقوم يصلي. قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان رضي الله عنه: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، أي تعبده، ولنفسك عليك حقا، أي تفطر أيام، ولأهلك عليك حقا، زوجتك لها حق، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يدفع كل حق إلى صاحبه، ولا يواصل يصوم دائما يضيع حقوق كثيرة، فيصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام تطوعا. وينام بعض من الليل ويقوم بعضا من الليل. باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم التطوع أياما كثيرة، ويفطر حتى نقول لا يصوم. في بعض الأشهر يصوم كثيرا، وفي بعض الأشهر يصوم قليلا. كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، أن يصوم التطوع أياما كثيرة، ويفطر حتى نقول لا يصوم في بعض الأشهر. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني ما يصوم شهرا كاملا تطوعا، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم كثيرا من شعبان صلى الله عليه وسلم. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله يعني أكثره، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني من التطوع على قدر طاقتكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. فينبغي للمسلم أن يداوم على فعل الطاعات. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني في التطوع. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وبعض الأشهر يصوم وبعضها يفطر، لكن ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، يعني يصوم تطوعا أياما كثيرة، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. يصوم في بعض الأشهر كثيرا، ويفطر بعض الأشهر كثيرا. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنساً رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، يعني يصوم يفطر أيام كثيرة من الشهر تطوعاً ويصوم قليلاً، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته، يعني كان أحياناً يقوم أول الليل وأحياناً آخر الليل. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنساً رضي الله عنه في الصوم. حاء يريد البخاري أن يروي رحمه الله عن شيخ آخر: حدثني محمد، أخبرنا أبو خالد الأحمر، أخبرنا حميد قال: سألت أنساً رضي الله عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيت، ولا مفطراً إلا رأيت، ولا من الليل قائماً إلا رأيت، ولا نائماً إلا رأيت، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق، أخبرنا هارون بن إسماعيل، حدثنا علي، حدثنا يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث،
يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. إن لزورك عليك حقا، الضيف له حق تأكل معه، والزوجة لها حق تفطر بعض الأيام من الصيام، صيام التطوع، حتى تؤدي الحق الذي لها. فصم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام من التطوع. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، صم بعض الأيام تطوع وأفطر، وقم ونم، قم بعضا من الليل ونم بعضا من الليل، فإن لجسدك عليك حقا، يعني تفطر بعض الأيام وتنام، وإن لعينك عليك حقا أن تنام بعضا من الليل، وإن لزوجك عليك حقا، زوجتك لها حق تفطر، وإن لزورك عليك حق، الضيف له حق، وإن بحسبك أن يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام تطوعا، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا ذلك صيام الدهر كله. إذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها. هذا فضل من الله جل جلاله. قال عبد الله: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يصوم يوم ويفطر يوم عليه السلام. فكان عبد الله ابن عمرو يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يؤدي الحقوق التي عليه، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، وينام بعضا من الليل ويصلي بعضا من الليل. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، أي مدة حياتي. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، أي صم بعض الأيام تطوعاً وأفطر، وقم ونم، قم بعضاً من الليل ونم بعضاً من الليل، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة 10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، صم يوم وأفطر يوم. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، يعني أداوم على الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي الرسول عليه الصلاة والسلام وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر، أي صم بعض الأيام وأفطر، وقم ونم، قم بعض الليل ونم بعض الليل، فإن لعينيك عليك حظا من النوم، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى العدو، يثبت ولا يفر عليه السلام. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ لا يفر إذا لاقى، هذا أمر عظيم. قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، الذي يصوم دائما لا صام. فأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لا أفضل من ذلك. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم القرآن كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3، أي اختم القرآن في 3 ليالي. باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، يعني تضعف العين، ونفهت له النفس، أي ضعفت. لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى العدو، يثبت ولا يفر عليه السلام. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، أي وسادة من جلد ملؤها ليف، وهو الشعر الذي يكون في الزرع، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5 أيام. قلت يا رسول الله. قال: 7 أيام. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، أي نصف الدهر، صم يوما وأفطر يوما. باب صيام البيض 13 و14 و15، أيام البيض من كل شهر 13 و14 و15. حدثنا
سميت أيام البيض لأن فيها النور ساطع نور القمر. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن يوتر قبل النوم إذا خاف أن يغلبه النوم. وصلاة الضحى فيها ثواب عظيم، وأقله ركعتين، وورد إلى ثمانية إلى اثنى عشر. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد وابن الحارث، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها أم أنس، فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة عن التطوع، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، يعني أدعو له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 و100، أن رزقه الله أولاد كثيرون رحمه الله رضي الله عنه. والمهم تربية الأولاد تربية إسلامية. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال مع التوفيق للعمل الصالح نعمة، باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا السلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع، فقال يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل صلت أظنه يعني رمضان. قال الحافظ قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان، أي من آخر شعبان. وقد ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على أنه احتياط، هذا لا يجوز. وأما من كان له عادة مثل صوم الاثنين والخميس وجاء آخر شعبان اثنين أو خميس فيصوم حسب ما تقدم، وأما يتعمد يصوم قبل رمضان بيوم احتياطاً هذا منهي عنه. باب صوم يوم الجمعة.
وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر، أن يصوم الجمعة وحده تطوع منهي عنه، إلا أن يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، وأما يوم الجمعة فقط تطوع هذا منهي عنه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه، أن صوم الجمعة وحده تطوعًا ممنوع، إلا أن يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حاء يريد أن يروي عن شيخ آخر، وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس الخميس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فصوم يوم الجمعة وحده منهي عنه. وقال حماد بن الجعد: سمعت قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت. باب: هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئاً؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، أي يداوم على عمله، وأيكم يطيق يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق صلى الله عليه وسلم. باب صوم يوم عرفة يعني لغير الحاج، وأما الحاج لا يصوم يوم عرفة بل يشتغل بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله عز وجل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حا وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث أن ناساً تماروا أي تجادلوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع كان يوم عرفة مفطر، لأن يوم عرفة يوم دعاء وتضرع إلى الله، وأما غير الصائم أما غير الحاج فينبغي أن يصوم يوم عرفة فيه أجر عظيم، أما الحاج فيشتغل بالدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله. حدثنا يحيى بن سليمان أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب أي بوعاء وهو واقف في الموقف فشرب منه
والناس ينظرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة عام حجة الوداع، وأما غير الحاج ينبغي أن يصوم، ففيه ثواب عظيم. باب صوم يوم الفطر. يوم الفطر حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد، أي حضرت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي من ضحاياكم. فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا عيد النحر. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء اللباس الصماء، وهو أن يلتحف عليه رداء واحد يلتحف به ويكون أحد الجانبين مكشوف تنكشف العورة، فنهى عن هذا اللباس. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، عليه رداء ليس عليه إزار غيره، ويحتبي، فإذا احتبى الذي أمامه يرى عورته، فنهى عن الاحتباء في الثوب الواحد إلا إذا كان عليه لباس آخر. وعن صلاة بعد الصبح والعصر، عن تطوع بعد الصبح منهي عن حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا إذا كان بسبب كدخول المسجد وركعتي الطواف فلا بأس. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة. نهي عن صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، والملامسة والمنابذة هذه بيوع كانت في الجاهلية، إذا لمس الثوب وجب البيع، ليس له حق أن يفتش، فهذا بيع ملامسة أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام. والمنابذة إذا نبذ إليك بالسلعة وجب البيع، ليس لك حق في النظر، وهذا أيضا من بيوع الجاهلية نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشتري له حق التقليب والنظر في السلعة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، فيصوم يوما آخر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقال الزين ابن المنير رحمه الله: احتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن كلا من الدليلين يعمل به، فيصوم يوما مكان يوم النذر، ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أن يقضي بالخاص على العام، أن يصوم يوما آخر بدل النذر. فصوم يوم العيد ممنوع. باب صيام أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله:
قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصوم أياما منها وكان أبوها يصومها. على كل حال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا من كان عليه هدي فيصوم أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، وأما غير ذلك فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هنا في هذه النصة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة رضي الله عنه، قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا يسافر إلى قبر فلان أو فلان، إنما أشد الرحال إلى بيت الله الحرام للعمرة والطواف، وأشد الرحال إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، أو أشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، وأما السفر إلى غير ذلك لأجل الأجر هذا منهي عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وأما غيره فلا يصوم أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة. المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة وسبعة إذا رجع، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها أي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مثله، وتابعه إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب رحمه الله. باب صيام يوم عاشوراء اليوم العاشر من المحرم، شكراً لله على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام قال لأصومن التاسع، فينبغي أن يصوم التاسع والعاشر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. قال: فأنا حق بموسى منكم عليه السلام، فصامه وأمر بصيامه. وينبغي أن يصوم التاسع والعاشر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم من قبيلة أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فلما فرض رمضان صار من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الحديث هذا السند من ثلاثيات البخاري، بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: المكي بن إبراهيم شيخ البخاري، وشيخه يزيد بن أبي عبيد، وشيخه سلمة بن الأكوع الصحابي. بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: ثلاثيات البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح في صيام رمضان. باب فضل من قام رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالصحة والعافية والتوفيق والهداية، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانًا بالله واحتسابًا ابتغاء الأجر من الله غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا ووفقنا بالصحة والعافية والتوفيق والهداية، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن شهاب رحمه الله: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه.